الو السلام عليكم. دونك هاد لا فيديو هذا بغيت اولا نتكلم على واحد السؤال مهم. واش الامتحان الوطني غطى كاع الدروس ديال المقرر المدرسي؟ اذا الا بدينا بالشيمي، دونك كان فيه الدرس ديال التتبع الزمني، دونك هذا بالنسبه للاس في تي، بس اس في تي دونك كان فيه التتبع الزمني بتنويك. إذا لاحظوا هنا كاين موا كاتر كور اللي ما داروش، 4 دروس اللي ما وردوش في الامتحان الوطني، داكوغ؟ فيهم شيمي اورجانيك جوج، وفيهم البيل، وفيهم لو سون ديفولوسيون دان سيستيم شيمي. الوغ بالنسبة للموجات، دونك كتعلم 3.5 بوان، دونك دي كتيرة على الموجات، نورمالمون 2.5، دونك كان ليكتريسيتي عليه 5.5، ولكن لا ميكانيك فقط يلاه الدرس الأول ديال نيوتن اللي كان. سكيل في موا كاتر كور اللي ما داروش الامتحان الوطني. اذا باش الاباء والمتتبعين يكونوا على بينه على ان هذا الامتحان الوطني ديال الاس بي تي راه ما غطاش المقرر. ما عرفناش واش خد بعين الاعتبار الظروف اللي مر من الموسم الدراسي. على اي الفكره الاولى هي هذه، دابا غنشوفوا المستوى اللي جاب الامتحان. الوغ بالنسبه للجزء الاول، دونك لي تسبب التهاب الماء الاكسجيني، دونك اش دو او دو وايونات ايموا، دونك هذا تفاعل بين، دونك هذا رياكتيف المتفاعل الاول، وايونات اليودور ايموا المتفاعل الثاني. نوج اكسد ايونات اليودور، اكسد ديال الايونات معناها هذا ريدكتور مختزل بواسطة الماء الاكسجيني، معناها ان الماء الاكسجيني غيكون هو اوكسيدون، داكوغ؟ من خلال الكونتيكس. نوزي 3 تجارب بحضور اشترو دي بوفرا، حجم كل الخليط هو 1. اذا درنا المعادلة التفاعل، اولا من خلال المعادلة تتبين على ان هاد التفاعل عندنا سهم واحد، معنى التفاعل هذا تفاعل كلي، داكوغ؟ تفاعل كلي. دونك لاحظوا كيفاش تنقرا وتن من خلال لي دوني تنستنتج شي حاجة على ان اكس فينال ايكال اكس اكس ماك. الوغ دونك عطاونا 3 تجارب، التجربة الاولى هي هادي، التجربة الثانية من تجربة واحد لتجربة جوج بدلو فقط لي كونسونطخاسيون دي رياكتيف، تركيز المتابعين. من تجربة واحد لتجربة ثلاثة بدلو فقط درجة الحرارة، وعطاونا واحد المنحنيات بثلاثة، معنى كل تجربة عطاو المنحنى ديالها. السؤال الأول، تعرف على المزدوجات المؤكسدة المتداخلين في التفاعل. إذا حنا قبيلا قرينا أولا هذا ليس بمتفاعل، هذا دونك هادو هما المتفاعلات ديالنا. إذا قلنا إيموا يلعب الدور ديال الغيديكتور، إلا إيموا يلعب الدور ديال الغيديكتور معناها إيدو غيلعب الدور ديال الأوكسيدون، لأن هذا هو، إلا كان هذا هو الكونجوغي ديالو. دونك أش دو أو دو، إلا هذا يلعب الدور ديال الغيديكتور المختزل فهذا هو المؤكسيد، إذا غيكون أش دو أو دو. وشكون هو هنا اللي كيشبه ليه؟ هو أش دوزون، داكوغ؟ أنا كتبتهم كتبتهم دغيا. الو اذكر العاملين الحركيين المبرزين وتأثيرهم على سرعه الحجميه. اذا العاملين الحركيين جوج، كاين التركيز البدئي المتفاعلات، وكاين درجه الحراره. التاثير ديالهم من خلال المنحنى هو على سرعه التفاعل، تاثيرهم على سرعه الحجميه، اذ معناه يزيد في السرعه الحجميه، يزيد في السرعة الحجمية، أي كلما كان تركيز بدء المتفاعل أكبر أو درجة حرارة أكبر، كان السرعة الحجمية أكبر. اعتمادا على الجدول الوصفي حدد بالنسبة لتجربة واحد جوج قيمته التقدم النهائي. إذا من خلال المعادلة عندك أش دو أو دو هي ديجا موازنة إم وان. ألو هنا عندنا كونسونتراسيون إينيسيال فوا في موان إكس فينال، هنا عندنا لا كونسونتراسيون إينيسيال fois v moins 2x final. D'accord. Alors, بالنسبة لتجربة واحد، غنحسبو هادي، غنلقاو عندنا 10 أس ناقص 2، غنضربوها في 100، 100 هي 10 أس ناقص 1، تولي عندنا هي 10 أس ناقص 3 موا إكس فينال. هنا نفس الشيء، دونك جوج 10 أس ناقص 2، نضربوها في 100، تعطينا جوج 10 أس ناقص 3. موان دوز اكس فينال. الوغ هنايا قلنا اكس فينال هو اكس ماكس،
دونك الا كان هذا ايكال ا زيرو اكس فينال ايكال هذا، الا كان هذا ايكال اكس فينال ايكال معناه انهم لي دو رياكتيف سون سون ليميتون. دونك نديرو ايكال ا زيرو ايكال ا زيرو داكور. اذا اكس فينال 1 هو 10 اس ناقص 3 مول 3 مول. بالنسبه للتجربه الثانيه غادي يكون عندنا هنايا 2، غتولي عندنا هنايا 2 ديس مون 3 هنايا 4. ملي غنديفيزيو دونك غادي نلقاو على ان اكس فينال 2 هو 2 ديس مون 3 مول. داكوغ ها سي فاسيل. هنا سوا اكس فينال لي بغيتو، هنا سوا اكس فينال سوا اكس ماكس، حيت لي دو سون ديغو. دونك اقلموا على جو كل محل باش نوافق لهم. نهتموا بالتجربه بالنسبه لهنايا. اذا تجربه واحد تجربه واحد اكسبيريونس ان هي المنحنى واحد، علاش؟ لان هي اللي فيها الكونسونطراسيون صغيره ودرجه حراره صغيره. ولكن من المنحنى واحد للمنحنى واحد للمنحنى جوج لاحظ على انهم متقاربين في ليطا فينال ديالهم، متقاربين في ليطا فينال. داكو اذا هنايا تيبان من خلال المنحنى لان ما ضربش ميم ايطا ايطا فينال. الو هنا هنايا الا مشينا للتجربه جوج، الا مشينا للمنحنى جوج، اذا هنايا اكيد درجه حراره غادي تلعب في تجربه ثلاثه. داكو اذا هنايا ليطا فينال كبيره، هنا غيمشيو ميم ايطا فينال، معنى ان التجربه اكسبيريونس 2 اكسبيريونس 2 كتوافق لا كورب سي سي 3. الكورب سي سي 3 علاش؟ لان لي طافينال ديالهم كبيره. اما المنحنى جوج راه هو تجربه 3، على تجربه 3 لانهم غيمشيو ميم ايطا فينال. دونك تجربه واحد وتجربه 3 عندهم ميم ايطا فينال، داكوغ، يعني هما المتقاربين. وهذا عنده واحد ايطا فينال اخرى، صافي. الو واحد وثلاثة عندهم ميم ايطا فينال غيكون هو هذا. بالنسبة للاقرين نهتم بالمنحنى ثلاثة، دونك المنحنى ثلاثة قلنا هي تجربة جوج، دونك هو تجربة جوج اكسبيريونس دو هو تجربة جوج. حدد سرعة حجمية، دونك هنا عندنا لا فيتاس ان سوغ في دو اكس على دي تي. دونك هنايا نحدوها، دونك مكاينش التحويل هنايا، غتبقى الساعة والفوليم غيبقى باللتر. دونك هي 110 موان 3، دونك هنا ناخدو دو بوان، نقدر ناخدو غير وحده بوان تريفيال. ناخدو مثلا باغيزوم ناخدو هاد لو بوان، هادي صافي ناخدو هاد لو بوان، هنايا تقريبا جوج جوج سوايع، وهنا غنحسبو. دونك هنايا عندنا 0.5، داكور ناقص دونك 0.5 1 2 3 دونك فوا 3، وعاد عندنا ترجة وحدة دونك 0.25 سور 5 0.25 هي 0.05. الوغ هي هادي بلوس 0.05، دونك بحال هاد البوان اللي خدينا هنا هي دونك 0.75 زائد 0.05 دونك هي 0.8. دونك بحال تولي عندنا هادي هنايا دونك 0.8 ديس موان 3 سنحولوها ديفيزي باغ ديال طاتي، ديال طاتي هي 2. داكوغ دونك السؤال الثاني، عرف زمن نصف التفاعل وحدد القيمة ديالو. دونك زمن نصف التفاعل هو المدة الزمنية اللازمة لكي يأخذ إكس فينال، ليأخذ إكس نصف قيمته النهائية. إذن تان دومي هي المدة الزمنية اللازمة لكي يأخذ تقدم التفاعل إكس نصف قيمته النهائية. حدد قيمته المبيانية، بما أن التفاعل كما قلنا قبيلة كلي، معنى أن إكس فينال تساوي إكس ماكس على جوج. ألوغ هنا إكس ماكس على جوج، إكس ماكس بالنسبة للتجربة ثلاثة هي واحد، دونك معنى إكس تي أن دومي عطينا هي دونك هي 0.5 داكو ديس موان 3. دونك غادي تكون هنايا هي هادي، ونشوف شحال كان بروجيتيف داكو نلقاو هي هادي. دونك هنا هي هادي شحال من ترجع عندنا، واحد جوج ثلاثة، دونك هي واحد
دونك هي هذه كيفاش كنحسبوها؟ هي واحد زائد ثلاثة على خمسة، دونك هي 1.6. فهمتي كيفاش درنا؟ لا، واحد ناقص ثلاثة، ثلاثة معنى ثلاثة، دونك السلم اللي عندنا هو واحد على خمسة، داكو هي 1.6. الوغ هذا بالنسبة للشيمي للبارتي ان. الوغ بالنسبة للبارتي دو، دونك اللي كيما قلنا قبيلة فيها ديال لاسيد. الوغ هنايا كنتو مع التفاعل بين الحمض والماء، دونك هاد لاسيد هذا هو هذا الفورميل ديالو، داكوغ. الو الفورميل ديالو دونك انا غادي ندير لي غا اش باش نلخص شويه هذا. دونك هنا دو فليش ا موان بلوس اش خوا بلوس. الو بالنسبه للطو، الو بالنسبه بالنسبه للطو، دونك كيما تعرف دونك عندنا اش بلوس اش دو تعطينا ا موان بلوس اش 3 بلوس. دونك هنا عندنا سي ا في ا موان اكس فينال، هنا اون اكس اي اكس فينال اكس فينال. الوغ سي كوا طو؟ سي اكس فينال لا اكس ماكس. دونك اكس هنا شكون لو رياكتيف ليميتون؟ هو لاسيد، دونك يا سي ا فوا فوا في ا. دونك شكون هذا هو؟ دونك لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلوس على لا سي ا، داكوغ. اذا هنايا هي 10 على بويسونس موان بي اش على سي ا. الوغ عندنا لي فالور ديالنا غنحسبو طو، غنلقاو انفيريور ا ان، داكوغ. من بعد هاد لا كيسيون ديما تيتعاود هو هو دونك لا كيسيون ديال كيو ار. الوغ كيو ار ديال لاسيد ا ليكيليبر سي كوا؟ دونك هي اش 3 بلس فوا دونك فوا ا موان على ا اش. الوغ هنايا هادو سونتيغو هنايا او كاري على اش، اسي كوا؟ سي اس في ا موان اكس فينال لا على في ا، داكو. دونك غادي تيليمينا هنايا دونك، وهادي الى رجعتو للطو شنو كنا لقينا؟ طو لقينا طو هو اش 3 بلس على سي ا، معناها ان اش هو طو فوا فوا سي ا. دونك تولي عندنا طو فوا سي ا وكاري على سي ا موان، دونك اكس فينال على في ا هو اش 3 بلس هو طو فوا فوا سي ا، معناها ان خرج لنا كيو ار ايكيليبر. وهادشي ديما تيتعاود، نفسهم هاد لي زيكسبرسيون نفسهم تيتعاود، داكوغ. هذا هو كيو ار ايكيليبر. الو حدد قيمة بي كا ان. اول حاجة بعدا اشنا هي الكا ان؟ الكا ان هي اش 3 بلس في لاباز على لاسيد، وراه هو كو ار ايكيليبر، معنى ان البي كا ان راه هي موان لوغ ديال الكا ان، هي موان لوغ ديال سي كوا؟ ديال كو ار ايكيليبر. وعندنا لي فالور ديالنا وغادي نحسبوهم، داكوغ. الوغ بالنسبة ل نحسبو لا فالور ديالنا. الوغ هنا نمشيو لا ديرنيير كيسيون، في لا ديرنيير كيسيون في هذا. نتوفى عقارة تحتوي على حمض فاليريك للبحث عن نقاوة هذا الحمض، نأخذ حجما في زيرو من حمض فاليريك ونفرغه في حجم معياري من فئة 1000 ملل، نقوم بإضافة الماء المقحط للخط المعياري تركيز الساعه، ناخذ نعايرو حجما في ان محلول اس ان بواسطه محلول هذا تركيزه مضاعف عند في. اكتب معادله التفاعل ديال المعاير. اذا غنعايرو الحمض اش، غنعايرو باش ام، ولكن اخطاء بزاف تيوقعوا. دونك عندنا الحمض هو المجهول، وعندنا وهذه لا باز، اذا حنا عندنا هذا ما تيغياجيش نهائيا. دونك حنا عندنا رياكسيون اسيد بازيك، وديت نعرفوها اون باز هي اللي غاترياجي، دونك غيعطينا ا موان بلوس اش 12. دونك هادي المعادلة، وخاصنا ندير اون سول فليش. الوغ حدد سي ان، اليكيفالونس سي ان في ان ايكالا سي بي في بي او، معنى ان سي ان ايكالا سي بي في بي او على في ان.
la relation d'équivalence. C1V1 égale CP VPR. D'accord? Alors, on a dit la quantité N موجودة في S1. Donc, c'est quoi ce CH9? CH9. Il a dit que la quantité de W9 est le V. D'accord? Il y a N1, il y a C1 fois, fois V. Je mets V. V est 1 lettre. Hada. V est 1000 lettres. D'accord? La quantité est 9000. إذن هنايا كمية المادة عطونا كمية المادة اللي كاينة في ان زيرو النقاوة هي ان ا على ان زيرو دونك ساهلة حنا ملي غنحسبو ان ا نشوفو النقاوة هي نشدو ان ا اللي عندنا هادي كالكولي نقسموها على ان زيرو نضربو فوا فوا سا داكوغ الوغ دابا غادي نمشيو لي زوند الوغ لي زوند هنايا بالنسبة لي زوند الو يرتبط حبل مرن موتر فوقي بالشفرة مهزات تردد ان نفس عدد الموجود ده يعطي الشكل واحد مدار الحبل عند حدة تي ان مدار ويعطي الشكل جوز استطالة نقطة ام من وسط الحبل اذا عندنا جوج حوج عندنا المدار والاستطالة هنا في الامتحان ها مرسوم منين دونك هذا المدار عند الحدا تي ان وهذه استطاله ديال النقطه ام دونك حدد الدور لا بيريو ديال لا بيريو غادي تخدم من الزمن منا واحد واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة وحنا عندنا كل جوج مربعات فيهم خمسة إذا معناها أنه هو عشرة عشرة ملي سكوند عشرة ملي ملي سكوند ألوغ لامدا غنمشيو ليسباس هنا خمسة دونك غادي نملتي دونك هنا نجو هنايا إذا كاينة هادي مع هادي هي عشرة إذا اللامدا تا هي عشرة سنتيمتر داكوغ إذا لا فيتاس كوا لا فيتاس هي لامدا سوغ تي غير هي هنايا ديس ديس موان دو وهنايا ديس ديس موان تروا داكوغ تعطينا هي ديس متر بار سكوند ديس متر بار سكوند حدد قيمة تي ان إذن تي ان شنو قيمة تي ان هي لحظة وصول الموجة إلى ام ان هي بداية اهتزاز ام ان دونك بدات هنا هادي تي ان هي فاش غتبدا ام ان دونك خمسة عشرة خمسطاش إذن تي ان هي خمسطاش ملي سكوند داكوغ وشنو هي تي ان تي ان عندها بزاف المعاني سي لو غوطاغ ديال ان بارابور اس معناه الا بغيتو نقدروا نكتبوا على ان تي ان راه هي طو هي اس ام على في نقدروا نكتبوا هذه العلاقه معاهم صافي حنا شكون المجهول عندنا هي اس ام اذا هي طو فوا فوا في طو هي 10 هي 15 ديس موان 3 نضربوها في 10 داكوغ تولي 1.5 دونك موان 2 دونك هي موان 1.5 هي 1.5 متر داكوغ هنايا موان دو موان دو دونك هي ان دونك هي 10 موان زان دونك هي 0.15 0.15 متر هي 15 سنتيمتر داكوغ على هي دونك 1.10 موان دو موان زان دونك هي ولا 1.015 متر اللي بغيتو دونك كالكول نيميريك ما عندناش مشكل هنا الوغ دابا نمشيو لي زوند لومينيز بور لي زوند لومينيز هنايا اسم الظاهرة تبرزها اللي تم ابرازها اذا هي ظاهرة الحيود ماذا تثبت تثبت على ان الضوء له طبيعة موجية او ان الضوء عبارة عن موجة ونقول رقم السؤال مرافق واكتب حرف موافق قالوا هنا عطونا بزاف ديال اذا هنا عندنا ال ال اولا خصنا نعرفوا ان كل ما ا صغار كل ما ال كانت كبيره معنى ال و ا انفيرسمون بروبورسيونيل ولكن ما كاينش كار اذا هذه ما كايناش هذه تقدر تكون صحيحه هذه ما كايناش هذه تاهي ما كايناش اذا هذه هي صحيحه لاحظوا تغيير جوابنا اولا على ان ا انفيرسمون بروبورسيونيل مع ال اذا هذه صحيحه
هذه حيت ما كاينش كوادراتيك كروه ما كايناش، هذه صحيحه هذه مسحه هذه مسحه، دونك هاي دغيا جاوبنا بلا ديمونستراسيون. نعود الشق هذا بحيث تدور في عين، فنحصل على اذا هنا غنبدلوا ا وكنحصلوا على واحد البقعه مركزيه. اذا حنايا الى رجعتوا معايا هنايا عندنا ال ان كتساوي جوج لامدا دي على ا على ا ان، دونك ال اف هي جوج لامدا دي على ا اف. داكوغ، الوغ حنايا هنا لاحظوا هادو بالنسبة للبص متساويين، معنى أن ال أن في أ أن هي ال إف في أ إف. شتوها؟ إذا حنا عندنا ال إف على ال إف على ال كتساوي على تلاتة، ال إف على ال كتساوي جوج، جوج ال إف على ال كتساوي على تلاتة، معنى أن أ واحد على أ أ واحد، يعني أن أ واحد على أ إف كيساوي عندنا جوج على تلاتة، صافي غنجبدو أ إف، سي فاسيل. ألوغ بالنسبة لليكتريسيتي، ياك باش منطولوش بزاف، دونك بالنسبة لليكتريسيتي تا هو كان ساهل، مكانش كاع نهائيا فيه شي مشكل. لاحظوا بالنسبة كتب معادلة التفاعل حققوا أو سي، هنا عندك U C plus E R égal à E عندك جوج، دونك E R شنو E R؟ يا R fois E يا R C دو دو سي على، تما تخرج عندك U C plus R C دو دو سي سور دي égal à E. ألوغ هنا عندنا U C هو هنا، ألوغ هنا كنطلبو منا هاد نختارو، نختارو هنا ممكن نختارو سون ديمونستراسيون. أولا خصنا نعرفو أن في لي كونديسيون إينيسيال شحال شحال إي دو زيرو او على اغ، او على اغ هذا يقدر يكون صحيح، هذا غلط، هذا غلط، هذا يقدر يكون صحيح. دونك اي دو زيرو هي ان موان زيرو، دونك هذا غلط ما صحيحش. اذا عندنا واحد اللي صحيح هو هذا دغيا، اما لي كونديسيون انيسيال اي دو زيرو قال او على ار، دونك هذا نفيريفي با لي كونديسيون اني داكور. الوغ كيما شفتو بالنسبة للامتحان ما كانش فيه دي ديفيكولتي.